دايما لما نيجي نتناول دواء بنفكر مثلا الجرعه تبقى قد ايه، المده تبقى قد ايه، دي الاسئله المهمه اللي بنسالها لنفسنا. ولكن في سؤال مهم جدا كلنا بنتناساه، وهو ايه المأكولات اللي ممكن تتفاعل مع بعض الادويه وما ينفعش ان احنا نتناولها اثناء تناول الدواء؟ لان في مأكولات معينه ممكن تضاعف من مفعول دواء معين فاكننا اخذنا اوفر دوز ويأثر على جسمنا سلبا، وفي مأكولات تانية ممكن بالعكس انها تقلل من مفعول